يتم الاحتفال باليوم العالمي للرجل في 19 نوفمبر من كل عام، ويركز هذا اليوم على صحة الرجال والفتيان عقليا وجسديا على حد سواء. لماذا؟ لتعزيز المساواة بين الجنسين وإبراز نماذج يحتذى بها من الذكور. وسأخصص حديثي اليوم عن الرجل المصري، وحينما بحثت استغربوش وجدته يصارع الزمن والحياة. فإما أن يكون في غربة يكافح من أجل أن تعيش أسرته حياة كريمة، وإما في وطنه يصارع الحياة من أجل لقمة العيش وسد جوع من يعيلهم. وجدته مغلوبا على أمره، لا يستطيع الصراخ في وجه أحد خشية اعتقاله. ووجدته حزينا تائها بين ضروب الحياة. الرجل المصري شهم بمعدنه الأصيل، لا يرضى الظلم ولا يرضى الانهزام، ودود وذو بسمة جميلة، لا يريد من الحياة إلا الستر، حكيم في تصرفه، عنيد في بأسه. وفي صعيد مصر ستجد الرجال أصحاب كلمة وهمة ونسب، نسب شريف وأخلاق كريمة. في دلتا مصر ستجد الترحاب والمودة والأصل الطيب، وعلى أطرافها ستجد الكرم والذكاء وحسن المعاملة. حتى أن كتب التاريخ قد أخبرتنا بأن الرجل المصري يحمل الكثير من الصفات الحميدة، فهو من فدانا بروحه في حرب عام 1973، حرب أكتوبر، وهو من يزرع ويصنع ويصنع ويعول. لكن الفقر يا صديقي هو من يقتل كل شيء، يقتل الأخلاق ويقتل الهمم ويجعل الناس في حيرة. دائما وأبدا يكونون في حيرة البحث عن لقمة العيش. إذا أردت أن أحدثك عن الفقر يا صديقي فسأقول لك أن الفقر هو من خفى كل تلك المعالم والصفات الجميلة. الفقر هو واقع المصريين المر الذي ليس له علاج. ففي يوم عيد الرجل في العالم نقدم تحية وتقديرا منا لكل الرجال الذين حملوا على أكتافهم ثقل المسؤولية، بكل حب وبكل تواضع. التحية للرجل الذي لا يرى، كل من يرى بسمته لا يرى ظهره وهو مكبل، ولا يرى كتفه وهو محمل بالأثقال والمتاعب، من أجل أن تعيش الأسرة وأن يعيش الأولاد في سلام. فالتحية، كل التحية للرجال وللرجل في عيد الرجل العالمي أو يوم الرجل العالمي. واحد صاحبي قال لي يعني في يوم الرجل العالمي ما لقيتش غير الرجل المصري وتخليه نموذج. قلت ما احنا مصريين، امال اجيب الرجل الايه يعني؟ لازم اجيب الرجل المصري. ومعلش ادينا بنعاني وادينا بنشوف المعاناه، بس في الاخير احنا اتولدنا رجاله وهنفضل رجاله، نشيل المسؤوليه ونتحمل المسؤوليه عشان اللي حوالينا واللي مسؤولين مننا يعيشوا بس كويس. او يا ريت بقى كل راجل وكل مسؤول في مكانه، سواء مسؤول عن اسره، مسؤول عن عيله، مسؤول عن حزب، مسؤول عن جماعة، مسؤول عن بيت، مسؤول بقى عن بلد، يا ريت كل راجل مسؤول يخلي باله من الرعية. لأن احنا اتعلمنا كده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد، الرعية دي عبارة عن ايه؟ أسرة، ولادك، مراتك، صح؟ الرعية دي أتباع موجودين، الرعية دي شعب، الراعي هيتسأل عنهم وهيتسأل عن كل واحد من الناس دي كلها، سواء كان ولد، بنت، شاب، فتاة، رجل، امرأة،
ده يتسأل كمان عن الحيوانات والدواب، لأن سيدنا عمر قال لنا كده: لو عثرت دغلة دغلة أعزكم الله في العراق لسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريقة يا عمر. تخيل، تخيل سيدنا عمر كان خايف إنه يقف قدام ربنا ويتسأل عن بغلة وهي ماشية الطريق مش ممهد ليها. فما بالك بقى بالبشر اللي مش لاقيين علاج، البشر اللي مش لاقيين أكل، البشر اللي مش لاقيين شغل، البشر اللي مش لاقيين حياة ومش عارفين يعيشوا. المسؤول عنهم هيتسأل قدام ربنا وهيقف كده ويتقال له: كل واحد من دول فرقة.